التحضيرات الأخيرة لأثيرات البصمة. عمل مسرحي لمجموعة من الأطفال يوجهون من خلاله رسائل للكبار. البصمة ستعرض في 15 من جوليا الجاري. أوبرا هي بعنوان البصمة من تأليف الأستاذ الصادق بخوش، وهي يعني من أطفال موجهة للكبار، يعني راح الأطفال إن شاء الله يجيو الكبار يلقنوا لهم الدروس، يعني أطفال يلقنوا لنا الدروس في الحياة. أوبرا وطنية تعليمية تثقيفية توعوية كذلك. والحاجة اللي عجبتني كامل أنه أول مرة أشتغل يعني مع الأطفال مباشرة. شاركنا الأطفال حماسهم في التدريبات الأخيرة للمسرحية في تجربة تمثيلية أولى لمعظمهم. أنا الدور تاعي في المسرحية هي نائبة البرنامج، وجيت باش ندافع على حقوق الأطفال. شحال عندكم انتم تدربوا؟ كان الدور تاعي في المسرحيه هو رئيس الشرطه، ولازم نحمي الاطفال باش ما يتعرضوش للخطر. انا الدور تاعي في المسرحيه هي نائبه الرئيس، وجيت باش ندافع على حقوق الطفل. الطفل يطالب بحقوقه ويدافع بحقوقه في جو من الملحمه هذه. في درنا يعني قسمناها مع الاستاذ المشرف العام تاع زعبوبي عبد الرحمن، مع المنفذين اللي هو انا غربي خالد وعباس اسلام، اللي في الصوت مجيد منصوري. تحكي هذه الملحمه انه الطفل يدافع على نفسه بنفسه، ويوجه رساله للكبار انه هذو اللي راهم في البرلمان الكبار يشوفوا طريقة يعني سلمية للطفل، ويدافعوا للطفل احتياجات الطفل، احتياجات خاصة الطفل، لأنه مستقبل الجزائر هما الأطفال. حماية حقوق الأطفال واحتياجاتهم، رسائل تحملها أوبيرات البصمة بأصوات وأداء أطفال صغار. الأطفال خير من يوصل أصواتهم، فهم رجال ونساء المستقبل وأمل الجزائر.